حبايبي الحلوين واهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم عم بشاره على الهوا. على الهوا كل يوم سبت وحلقاتنا المسجله كل يوم ثلاث الساعه 6 من الساعه 6 ل 7. اسمحوا لي الاول ارحب النهارده بانكل مايكل منورنا النهارده زكي. بنورك يا عم شاره بنورك طبعا الجميل ونور كل اصحابنا الموجودين معانا النهارده. فرحه كبيره وجميله يكون معانا اولاد جمال الحقيقه كلهم مبتسمين وجمال كامل اول الحلقه. تعالى نتعرف بيهم كلهم. قاعد على شمالك توماس عاطف زكي توماس وعلى يمينك فادي نصحي وبعدين جومانا عاطف جونير روماني واخوها فادي روماني ونيرفانا ماجد وعلى يمينها جوستينا ماجد. اهلا بيكم. اما بقى الصف بتاع مايكل من جوه كده لبره معانا فيرونيا ريمون وناتالي رفعت وانجلينا رامي وروفينا ريمون وميرا عادل ومونيكا عادل وعلى يميني سيلينا خالد. اهلا بيكم يا اولاد. لا فين صوتكم؟ صحصحوا بقى. ازيكم؟ ازيك يا عم ساره؟ ايه الكسل اللي هم فيه ده يا مايكل؟ لسه مع اننا خدنا خجولين خدنا خلاص اجازه الصيف بقى وبقي فيه مصايف ولعب وانديه. طبعا بتحبوا اللعب كلكم يعني بتحبوا تلعبوا. عارف السن ده مايكل لو قلت لهم حتى بلاش تاكلوا وتلعبوا ينسوا الاكل ويلعبوا. صح. علشان كده انا عايز اتكلم في النقطه دي ان برضو اللعب يا مايكل لازم يبقى مقنن. بمعنى ايه؟ ان مش في اي وقت نلعب، مش اي لعبه نلعبها. في حاجات كتير ممكن تحصل خطر في العاب معينه، ويا ريت دايما واحنا بنلعب ونتشقى كده نسمع كلام اللي اكبر مننا، بابا وماما او المستر بتاعنا في مدارس الاحد او في النادي مثلا بتاع الكنيسه. لان واحنا صغيرين بنتاخد قوي بيندفعوا في موضوع اللعب ده وممكن يتعرضوا لمخاطر كتير يؤذوا بيها نفسهم. فمهم قوي يبقى في وقت زي ما في وقت للعب في وقت ننظم اكلنا ننظم نومنا، لان صعب قوي نقضي الحياه كلها لعب مش كده؟ طبعا. وان كان اللعب ممتع انا عارف للاطفال الجمال زيكم،
انما طب اقول لكم حاجه، تعالى نسمع مايكل حدوته صغيره هتوضح لهم اللي انا قصده. حدوتتنا النهارده عن كتكوت صغير اسمه توتي. كتكوت ده كان نشيط جدا، بياكل اكله بانتظام وبياكل الاكل المفيد، بس كان شقي قوي بقى، يقعد في الحظيره يتنطط ويلعب ويجري وما بيسكتش دقيقه واحده، ومامته الفرخه دايما تنبهه ان يبقى هادي كده، يحسن يتعور ولا يجرى له حاجه، لان في الحظيره في طيور تانيه اكبر منه، يعني ممكن وهو بيتنطط وبيجري كده تدوس عليه بطه ولا وزه ولا، وهو كتكوت صغنون خالص. المهم وهو بيلعب مره وبيجري كده وبيتنطط، وكان عنده كوره صغيره قد البليه كده يزقها ويقعد يجري وراها، يجري يجري يلعب، فجاه لقى نفسه خرج بره الحظيره وبيبص كده لقى مكان مهجور وفي شجر ناشف خالص والاوراق الشجر واقعه على الارض، وهس هس ما فيهوش حياه خالص. فبص كده قال ايه، انا عايز ادخل المكان ده استكشفه. هو دايما عنده حب استطلاع، توتي عايز يعرف كل حاجه ويجرب كل حاجه، بس كان الوقت اتاخر والدنيا قربت تليل، فقال ايه، لا انا اروح بقى ايه وبكره ابقى اجي اشوف المكان ده. اول ما روح البيت بتاعهم في الحظيره قابل مامته، قال لها اسكت يا ماما انا النهارده حتى العب لحد ما بعدت كده وشفت مكان شكله في شجر كده، بس الشجر مش كله حي، يعني شجر يابس والورق الشجر على الارض وما فيهوش حد خالص. قالت له لا يا توتي اوعى تروح هناك تاني. قال لها ليه؟ قالت له دي الغابه المهجوره. قال لها الغابه المهجوره؟ قالت له اه، وفي هناك بقى الثعلب المكار ممكن ياذيك، اسمع الكلام يا توتي وما تروحش هناك. قال لها حاضر يا ماما. دخل توتي في العشة بتاعته وبعد ما اتعشى نام، صحي الصبح بدري زيه زي كل الشطار كده، غسل وشه وفطر وتمام التمام وخرج يلعب كالعادة. افتكر بقى موضوع الغابة دي، ففضل ماشي ماشي لحد ما وصل وقف قصاد على مدخل الغابة كده، وقال أنا عايز أدخل الغابة دي بس ماما قالت لي ما تدخلش. هو هيجرى ايه مين الثعلب؟ هو مش عارف يعني ايه ثعلب مكار، عمره ما شاف حاجه اسمها ثعلب مكار ولا يدرك حجمه ايه، هو تخيل حاجه يعني قده كده وبتاع. قال له هيحصل ايه، انا ايه هدخل بسرعه مره كده وارجع وبعدين بقول لماما انا عملت ده ومش هيحصل حاجه. دخل توتي الغابه وابتدى يتمشى، وورق الشجر بقى عمال يطير كده وكده، الورق اللي ناشف في الارض، ويجري وراه ويلعب، وفجاه لقى ورده مسكها وقعد يشمها وبيتفرج عليها، ومين اللي مراقبه من بعيد؟ برافو عليكوا، الثعلب المكار. الثعلب المكار بص كده الكتكوت من بعيد قال بس انا هتغدى النهارده كتاكيت، طبعا مش هيسيب توتي. في نفس الوقت ولان توتي كان اتاخر كانت مامته قلقانه عليه خالص، خرجت تدور عليه في الحظيره اللي عايشين فيها مش لاقياه، توتي راح فين توتي راح فين. افتكرت موضوع انه حكى لها على الغابه المهجوره، قالت يحسن يكون راح هناك، ابتدت عايزه تروح له. كان هناك في الغابه بقى ايه حصل ايه، في نفس الوقت برضه الثعلب راح هاجم على توتي الكتكوت وراح ماسكه كده بين ايديه الاثنين وعمال يلعب بيه بيجهز نفسه للاكله بقى اللي هياكلها. مامة توتي الفرخه قالت بس توتي اكيد راح الغابه المهجوره، جريت على مين؟ على الديك. قالت له الحقني انا مش لاقيه توتي، انت ما شفتوش؟ قال لها لا ما شفتوش بس هاجي معاكي ندور عليه. وهم ماشيين قابلوا القطه الصغنونه بوسي، ما شفتيش توتي؟ قالت لها لا بس انا هاجي معاكم برضه ادور عليه. مامة توتي قالت انا والقطه والديك ده احنا ممكن الثعلب مكار ياكلنا احنا كمان. فكرت في مين بقى؟ في البوبي. اللي ما تعرفوش يا اولاد ان الثعلب برغم انه شرس ومكار بيخاف من صوت البوبي ويجري، مش لان البوبي اقوى منه يا مايكل، لانه الثعلب بيبقى عارف دايما
ان لما بيبقى في كلب بيهوهو وجاي عليه يعني معناها في وراه ناس جايه تمسكه، بيبقى دايما مرتبط ان ايه بيهوهو عليه عشان الناس تيجي فبيخاف ويجري. قالت بس انا هاخد البومي معايا، خدته وراحوا هم الاربعه جريوا على الغابه في الوقت اللي كان خلاص الثعلب هيعمل ايه؟ هياكل مين؟ توتي. راح الكلب بوبي مهوهو وجامد، راح الثعلب ساب الكتكوت توتي وجري بعيد وانقذوه ورجعوا بيه للبيت وهم فرحانين. وطبعا الفرخه شكرت كل الحيوانات وبالذات البوبي اللي ساعدوها في انقاذ توتي. وطبعا عاتبت توتي وعاقبته انه ما سمعش كلامها، قعد يوم ما يخرجش يلعب، وقالت له ده عقاب ليك عشان ما تعملش كده تاني. هو قبل العقاب وقال لها يا ماما انا غلطت ومش هعمل كده تاني، وطبعا دايما الكبير بيفهم اكتر مني عشان انا صغير، وبعد كده هسمع كلامك ومش هعمل كده تاني. لحد كده خلصت الحدوته يا اولاد، بس نتعلم منها حاجه. ايه اللي ممكن نتعلمه؟ نسمع كلام ماما وبابا، نسمع كلام الاكبر مننا، مش في اي وقت نلعب، مش اي لعبه نلعبها. في نقطه تانية جوه الحدوته مهمه يا مايكل، اللي هي روح التعاون والمساعده. بقيه الطيور والحيوانات اما عرفوا ان توتي تايه وممكن يكون في خطر او الثعلب هياكله عملوا ايه؟ راحوا مع الفرخه كلهم ساعدوها، ودي روح حلوه جدا، روح التعاون. ونتعلم مننا برضو لما يبقى حد محتاج مننا مساعده ما نتاخرش، طالما نقدر نعمل المساعده دي. صح يا اولاد؟ صح. حلوه الحدوته؟ حلوه. هايل خالص. دايما بعد الحدوته مايكل بيبقى عندنا اولى لحظات الترقب والمفاجاه. مفاجاه. بالظبط، بيبقى عندنا السحب للاطفال الشاطرين اللي جاوبوا على سؤال حلقه الاسبوع اللي فات، وكان السؤال بيقول ما هي الصفه اللي بتتوصف بيها الجراده وايه اللي اتعلمته الجراده من النمله. لو نفتكر حدوته الاسبوع اللي فات جاوب على السؤال بتاعنا عدد كبير قوي من اصدقائنا، جمعنا اسمائهم هنا يا اولاد، وهنعمل ايه دلوقتي يا مايكل؟ اختار اسمين. اتنين. هيحصل لهم ايه؟ هيحصلوا ايه؟ لا هيجوا معانا يحضروا، مش هيتضربوا، هيجوا يحضروا معانا حلقه من حلقات البرنامج كمكافاه ليهم على شطارتهم. اقلب واختار اول اسم، اول فائز او فائزه. اتنين. اختين، كريستين باسم وكارولين باسم من العاشر، سقفوا لهم. والتاني او التانيه ماركو اشرف، مبروك يا ماركو، سقفوا له. حبايبي الحلوين اللي طلعنا اساميكم دلوقتي، الاعداد بتاع البرنامج هيتواصل معاكم علشان تيجوا تحضروا معانا حلقه من حلقات البرنامج. ودلوقتي جه بقى ميعادك بقى انكل مايكل، محضر لنا اسئله حلوه النهارده؟ عادي. بص يا مشاره، دلوقتي اهم حاجه في الحلقه احنا لازم ننوه لاصحابنا. احنا طبعا كتير بيحصل عندنا اختلافات في اوقات الحلقه، عشان كده بننبه اصحابنا احنا دايما ميعادنا من 6 ل 7، في بعض الاوقات ممكن نخليها من 5، فعايزينهم دايما يتابعونا علشان موضوع اختلاف الوقت، ودايما بنحاول ننزل بيه تنويه. يعني استنونا من 5، ما جيناش 5، 5 بقى يقعدوا قدامنا التلفزيون. اهم حاجه ان هم يكتبوا نمره التليفونات، تابعونا بسرعه اللي ما كانش فتح التلفزيون يلحقنا بسرعه دلوقتي، عشان وقت المسابقه بتاعنا الجميل هيبتدي حالا، اللي هو عباره عن اسئله كتير قوي عم بشاره، مجموعات اسئله كتير قوي كمان. وعندنا مسابقتنا عباره عن 12 مجموعه اسئله، عباره عن كده عامله زي عقارب الساعه، وكل مجموعه فيها كام سؤال يا عم بشاره؟ فيها كام سؤال يا اولاد؟ فيها 5. 5 اسئله، يبقى هم 12 مجموعه وكل مجموعه فيها 5 اسئله. واول سؤال احنا عارفينه، مين بتساله لنا؟ السمكه شطار. والتاني مين؟ الارنب شطار. والتالت شقي قرد. رابع طويله زرافه. والخامس ملك الغابه، واقوى واحد في الغابه هو الاسد. برافو عليكم. 5 اسئله كل مجموعه زي ما اتفقنا، واللي بيكلمنا في التليفون يتواصل معانا بيختار مجموعه من ال 12 ويدخل في الاسئله دي عشان السمكه والارنب والقرد والزرافه والاسد يسالوا، لو جاوب على كله يكسب معانا ويبقى ليه طبعا فرصه ان احنا نتعرف عليه اكتر ويجي لنا في حلقه مع حلقات عم بشاره، ويقعد مع اصحابنا الجمال اللي بنتعرف عليهم في كل حلقه زي ما انتم شايفين قدامنا.
يلا عم شاء نبتدي حلقتنا ونبتدي مسابقتنا باول متسابق اول ما يتصل بينا احنا جاهزين. انت جاهز؟ تليفونات انا جاهز. ظهرت ومعانا اول متصل ديفيد. الو ديفيد. عامل ايه يا حبيبي؟ يا رب دايما كويس ومبسوط. انت صغنون قوي يا ديفيد، عندك كام سنه؟ أربعة. يا رب يبقى 40 ومية وأكتر. وقول لي بقى بتتكلم منين؟ منين؟ أنا سمعتها المرج. المرج جنبينا. مش متأكد من المرج؟ جنبينا يعني. من المنيا. المنيا، الله السعيد. ملاحظ يا مايكل إن دايما بيبقى بدايات كل حلقه مكالمات من الصعيد. هم دايما اطفال الصعيد برنامجنا تابعنا وشطار جدا وبيقعوا على سيرتنا. يلا بينا يا ديفيد، معاك المايكل، اختار رقم مجموعه وان شاء الله تفوز معانا. اهلا بك يا ديفيد، حلو قوي اتصلت بينا واتواصلت معانا واول متصل بينا النهارده انت يا ديفيد. صوتك جميل وصغير لكن هتبقى شاطر وتجاوب معانا اسئلتنا. عندنا مجموعه اسئله كتير زي ما انت عارف، عندنا 12 مجموعه اسئله. واختار من قبل ما تقول له. انت قلت رقم ثلاثة. يلا ندخل على المجموعة الثالثة. حاضر. مجموعة رقم ثلاثة ديفيد اختارها لي، وزي ما قلنا وراجعنا مع أصحابنا إن مجموعة أسئلة مليانة أسئلة كتير خالص، فيها خمس أسئلة. أربعة بس إحنا سمعنا غلط، سوري يا مانك. اختار ثلاثة يا عم بشارة. يلا بسرعة على المجموعة الثالثة اللي فتحناها خلاص يا عم بشارة. يلا بسرعة يا عم بشارة، هندخل في أول سؤال في المجموعة وهو سؤال السمكة. يلا بينا بسرعة على السمكة نشوف هتسأل وتقول إيه. كمل الآية. رابح النفوس نقط، عظيم ولا حكيم ولا مبارك؟ والوقت ابتدى يا ديفيد، 30 ثانية. ديفيد السؤال بتاعنا كان بيقول آية طبعا موجودة في أمثال 11، يقول كده رابح النفوس إيه؟ عظيم، حكيم، مبارك؟ قلت لي حكيم وإجابتك صح. تعالوا نسقف جامد قوي لديفيد، طبعا إجابته مظبوطة، برافو عليك. شاطر يا ديفيد، موجودة في أمثال 11 30 زي فعلا ما أنت قلت لنا، رابح النفوس حكيم. وإجابة جميلة وآية حلوة خالص يا ريت نحفظها. يلا نشوف سؤالنا التاني، سؤالنا التاني بتسأله لنا أو بيسأله لنا الأرنب. شطار، كيوت الأرنب ده، سهل. يلا نشوف ونسمع سؤاله لديفيد هيكون إيه. تفتكروا يا صحابي درجة حرارة جسم الإنسان الطبيعية كام؟ 40 ولا 38 ولا 37؟ شوف ديفيد، انا مش هطلع الساعه بقى، شوف صغير ازاي بس اجاباته كلها سريعه قوي. 37 هي درجه حراره الانسان الطبيعي، مش 40. 40 بتهيالي لازم نحطه بسرعه في البانيو. 37 برضه تعتبر عاليه كمادات. 37 37 دي درجه حراره الجسم الطبيعي. اجابتك صح، تعالى ديفيد نسقفه جامد. برافو يا ديفيد، شاطر. شاطر خالص يا ديفيد، واجابتك مظبوطه. مهم قوي نبقى عارفين الحاجات الصغيره دي عشان لو حد عيق ولا كده نبقى عارفين ايه الصح وايه لو علي يبقى فعلا في خطوره عليه. يلا نشوف سؤالنا الثالث والشقي بتاعنا قوي اللي اسمه القرد. ده شقي قوي بيلخبط. يلا نسمع ونشوف القرد سؤاله هيكون ايه. لقبه عميد الادب العربي، فمن هو؟ عباس العقاد ولا نجيب محفوظ والله طه حسين؟ والوقت ابتدى. عميد الادب العربي، اول مره ديفيد ما يجاوبش بسرعه. مين هو؟ هل هو عباس العقاد ولا نجيب محفوظ ولا طه حسين؟ هو اختار طه حسين. طه حسين. قال طه حسين وفي تردد كبير قوي في الاجابه دي، بس طه حسين هو عميد الادب العربي. اجابه صح، تعالوا نسقف قوي 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 ديفيد، اجابته مظبوطه. طه حسين يا مايكل إعجاز في إنسان كان عنده إعاقة بصرية ومع ذلك نجح نجاح غير عادي. يعني ما بيشوفش يا عم شو. ما بيشوفش، وكان خد الدكتوراه سنة 1914 وبعدين سافر فرنسا كمل تعليمه، رجع اشتغل أستاذ للتاريخ وبعدين أستاذ اللغة العربية
وبعدين عميد لجامعة اسكندرية، ووصل انه بقي وزير المعارف، وزير المعارف اللي هي تساوي دلوقتي وزير التربية والتعليم. وطبعا ليه السيرة الذاتية الجميلة الشهيرة الأيام، يعني حلو خالص. حاجة جميلة طبعا طه حسين، من زي ما مشارك كده وضح معجزة فعلا بشرية، وكان فعلا نجاحه غير عادي وغير مسبوق على طبعا إمكانياته اللي كان فيها. طيب يلا بسرعة نشوف مع بعض سؤالنا الرابع اللي ديفيد وصل له دلوقتي، سؤال الطويلة بتاعتنا الزرافة. يلا نسمع الزرافة تقول ايه. في القداس الإلهي البولس والكاثوليكون والإبراكسيس والإنجيل بنقراهم من كتاب اسمه إيه؟ الكاتامارس ولا السنكسار ولا الخلاجي؟ يقرأ البولس والكاثوليكون والإبراكسيس والإنجيل من الكاتامارس ولا السنكسار ولا الخلاجي في القداس الإلهي؟ بنقرأ القراءات الكنسية في القداس منين؟ الكتاب اسمه ايه؟ قطمارس ولا سنكسار ولا خلاجي؟ قطمارس. يا ديفيد اجابتك صح. تعالوا نسافر جامد قوي ديفيد. شاطر. قطمارس. قطمارس. ده الكتاب فعلا الموجود فيه كل قراءات الكنيسة اليومية في القداس، سواء سنكسار، إبراكسيس، كاثوليكون وكل الأناجيل. برافو عليك يا ديفيد. يلا نشوف بسرعة، فاضل لنا السؤال الأخير وهو سؤال الأسد. نسمع ونشوف الأسد هيكون إيه. ما عدد إصحاحات أول سفر في العهد الجديد؟ ولو جمعناه زائد عدد إصحاحات آخر سفر في العهد الجديد يدونا كام؟ 46 ولا 48 ولا 50؟ والوقت ده طبعا سؤالنا صعب مركب كالعادة. الأسد دايما بيفاجئنا بضحكتين هنجمعهم على بعض هيدونا رقم. عدد إصحاحات أول سفر في العهد الجديد، إيه أول سفر في العهد الجديد؟ أول إنجيل في العهد الجديد كان اسمه إيه وكام سفر أو كام إصحاح؟ تاني حاجة هي عدد إصحاحات آخر سفر في العهد الجديد برضو، سفر إيه كان اسمه إيه السفر ده وعدد إصحاحاته كام؟ هنجمعهم على بعض هيدونا 46 48 50. يلا يا ديفيد. 50. إجابة سريعة جدا من ديفيد. 50 هي عدد إجمالي الإصحاحات لإنجيل، أول إنجيل في العهد الجديد طبعا إنجيل معلمنا ماري متى البشير، وآخر سفر في العهد الجديد هو طبعا سفر الرؤيا، آخر سفر في الكتاب المقدس وفي العهد الجديد. سفر الرؤيا كم إصحاح وإنجيل متى البشير كم إصحاح؟ ده السؤال الصعب. طبعا متى البشير، إنجيل متى ماري معلمنا متى البشير 28 إصحاح، سفر الرؤيا 22 إصحاح، المجموع 50. إجابتك صح. تعالوا نسقف جامد قوي ديفيد. أول مكالمة في هاي ديفيد، نشكره طبعا. أول فائز، ده شيء مفرح جدا، ومفرح أكتر كمان لما بيكون من أطفال السعيد لأنهم شاطرين ومركزين قوي. تعال بقى بعد ما فرحنا كده بفوز ديفيد نشوف موهبة معانا. معايا موهبة بترنم، تسمع ترنيمة يا ريت ولا تتفرج على أعمال فنية؟ نسمع ترنيمة. نسمع ترنيمة يلا. تعالى نسمع جوستينا ماجد. جوستينا ازيك؟ تعالي خد المايك ورجع اقعدي مكانك. اتفضلي اقعدي مكانك بقى، هنخلي كلامنا كله في المايك. قولي لنا انت عندك كام سنة؟ 9 سنين. هايل، يا رب يبقوا 100. اكيد بقى مشتركة في كورال الكنيسة عندك وكده صح؟ تحب الترانيم من زمان؟ هتسمعينا ترنيمة ايه النهاردة؟ كنيستي مع جوستينا. يلا بينا. كنيستي هي بيتي، هي امي، هي سر فرح حياتي. لما كنت صغير ليا قلبي يعني يوم بالتحديد، خدني أهلي فرحة بهية عالكنيسة للتعميد. شلني أبونا من رجلي، غطسني في غرم غويط، كانت هي المعمودية.
هي ليا ميلاد جديد. كنيستي 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 هي بيتي، هي أمي، هي سر فرح حياتي. أعظمنا فيها المذبح والسما حضرة أحلى حضور. تماضي الملائكة سبح بهجة وفرحة ربا ونور. واحنا ناكل جسده نفرح ويدمه نبحش ورون. ده اللي بيبنى واللي يربح الملكوت طول الدور. برافو جامد قوي قوي قوي، شاطره جدا جدا. الترنيمه دي جميله كمان قوي يا عم بشاره، وتعلمنا كل اسرار الكنيسه وفيها كده بنغمه فعمرنا ما بننساها، حاجه جميله خالص. طبعا، وكل اطفالنا يمكن من اوائل الترانيم اللي بيحفظوها الاطفال في مدارس الاحد طبعًا. من كي جي 1 يعني. ده حقيقي. شهيره ترنيمه جميله. ومعانا تليفون يا عم بشاره. معانا مين؟ معانا مين؟ معانا مين؟ الو. نقول الو. الو. ايوه، مين معايا؟ كرولوس. معانا معانا كرولوس. اهلا يا كرولوس، ازيك كرولوس؟ بص يا كرولوس، من فضلك وطي صوت التلفزيون خالص واسمعنا من التليفون. اوكي. الو يا كرولوس، سامعني؟ هيقول لك وطي صوت التلفزيون. اهلا بيك يا كرولوس، انت سامعنا ولا لا؟ يلا ندخل بسرعه في الاسئله، ولا لسه مظبطين التلفزيون والتليفون والحاجات دي؟ كرولوس مصر يسمعنا من التلفزيون، عشان كده لازم نتاكد الاول. انت الو كرولوس سامعني؟ ايوه. يلا بينا معاك المايكل كده، انت وطيت التلفزيون. يلا بينا. اهلا بيك يا كرولوس، مبسوطين قوي اتكلمنا النهارده. تواصل معانا وانت تاني متسابق، واولنا كان ديفيد وكسب معانا على فكره، عشان كده عايزينك انت كمان تتحمس وتكسب زي ديفيد. عندنا اسئله كتير خالص في كل مجموعه، عندنا كام سؤال؟ خمس اسئله. اول حاجه تختار رقم المجموعه، عندنا من 1 ل 12 ما عدا رقم 3. اختار مجموعه بسرعه يا دي كرولوس. واحد. المجموعه الاولى. يلا كرولوس، المجموعه الاولى مليانه اسئله، فيها كام سؤال قلنا؟ فيها خمسه. يلا السؤال الاول في المجموعه الاولى هتساله لنا سمكه سريعه جدا، صغيره بس سريعه. تعالوا نشوف بسرعه السؤال هيكون ايه. كمل الايه. لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم نقط. ملكوت السماوات ولا الملكوت ولا السماء؟ والوقت ابتدى. يلا يا كرولوس. أي عارفينها وحافظينها في لوقا 12 تقول كده، لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم. يعطيكم إيه؟ ملكوت السماوات ولا الملكوت ولا يعطيكم السماء؟ يلا يا كيرو، الوقت بيجري. قد سر أن يعطيكم. فكر كويس. لوقا 12:32 متأكد؟ أيوه. لأن أباكم قد سر أن يعطيكم ملكوت السماوات. الإجابة الملكوت. معلش معلش هارد لك، هو حصل لبس عنده كلمتين قريب من بعض، لخبطه شويه عم شرب. معلش يا كرولوس، ملحوق يا حبيبي، هننتظرك في حلقه تانية ان شاء الله تشارك معانا وتكسب. حبايبي الحلوين، دلوقتي هنطلع فاصل اعلاني، وكمان هنحتفل باعياد ميلاد اصدقائنا اللي عيد ميلادهم الشهر ده، ونرجع تاني. استنوا هنا، رايحين على فين؟ خليكوا ويانا يا حلوين. عم بشارة موجود ما مشيش، كلها كام ثانية وراجعين. Thank you.
رجعنا حبايبي الحلوين من الفاصل. اولا بنقول عقبال 100 سنه لكل اصدقائنا وصديقاتنا اللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم الشهر ده. ثانيا تاني لحظات الترقب والفرحه، ترقب مين اللي هيفوز والفرحه لما يلاقوا اساميهم بتظهر. السحب المره دي على اتنين هيكسبوا معانا، جاوبوا على مسابقتنا اللي بتبقى على صفحتنا على الفيسبوك قبل البرنامج. وكالعادة احنا بنستمتع معاكم بانكم تطلعوا الاختلافات بين صورتين بيبقوا موجودين على الصفحة، اختبار في قوة الملاحظة. تعالوا نشوف النهاردة الصورة بتاعتنا، يلا بينا مايكل ونشوف مين فينا اللي هيعرف بقى. لا انا بص انا في الاختبارات بق بس. ايوه انا أنس. الطاقيه بص اللون الطاقيه واحده فوشيا واحده موضه. اه بص بقى كوس قزح واحد احمر واحد اللون لون تاني مختلف. كسبان يا عم شرف. طب استنى بقى بص خط بقى جنب الولد على اليمين اهو. بص لا أنا في خط شفته قبلك شفته مختلف مش موجود في علامه اهي علامه مصر مختلفه. وفي تحت في بص تحت في تحت قوس زياده كده فين مش ده موجود يا عم هنا مش موجود على فكره بتقول اي كلام انت شايفه. اه شكرا يا مايك. شكرا. اصدقائنا كتير جاوبوا عرفوا الاختلافات وبعد ما الاختلافات النهارده صعبه. اه صعبه شويه اه يعني خدنا شويه بس لذيذ. نشوف الفائزين معانا اللي هيحصل لهم ايه. هيحصل لهم بقى ان هم يجوا معانا حلقه من حلقات البرنامج. الفائز الاول انطونيوس اكمل، سقفوا له. الفائز او الفائزه الثانيه بولا شنودا جريس واخته جونير شنودا جريس، مبروك. هننتظركم تيجوا تحضروا معانا حلقه من حلقات البرنامج وهنبقى مبسوطين قوي لوجودكم معانا ان شاء الله. يلا بينا مسابقات بقى. فرحه 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 يا مشرف. فرحه الجايه والجميله هي مسابقات. احنا يلا بينا نرجع تاني مسابقاتنا ونشوف صحابنا اللي بيكلمونا. مين اللي بيكلمنا؟ مين يا مشرف؟ ريموندا. ريموندا. اه ازيك يا ريموندا؟ ريموندا. ازيك يا عمو بشاره؟ انا كويس يا حبيبي عمو بشاره. بتكلمي منين يا ريمو؟ من القاهرة. من القاهرة، أهلا بيك. عندك كم سنة؟ 10 ونص. 10 ونص واخد يعني مركزة أصل 10 برضه النص ده يعني جزء كبير من الحياة. ده بيبقوا عايزين يكبروا نفسهم. بيكبر شوية بعد ال 30 ما بيزيدوش عن يعني. ينقصوا بقى لا يبقى 30 على طول لمدة 10 15 سنة. يلا يا ريموندا حبيبتي مع أنكل مايكل اختاري مجموعة وإن شاء الله تفوزي معاك. أهلا بيك يا ريموندا، اسمك حلو على فكرة قوي يعني يا ريت كمان أنت كمان تكوني فرحانة بيه زي ما أنا عاجبني قوي كده. ريموندا عندنا مجموعة أسئلة كتير قوي، عندنا 12 مجموعة أسئلة، كل مجموعة فيها خمس أسئلة زي ما احنا متعودين، خمس سؤال كويس. عندنا المجموعة اللي اتخذت أو المجموعات اللي اتخذت هي مجموعة رقم واحد ومجموعة رقم ثلاثة. أي مجموعة تانية ما عدا واحد ثلاثة ممكن تختارها لنا من واحد 12 تختاري كام؟ سبعة. كام؟ سبعة. سبعة، حلو خالص. المجموعة رقم سبعة خدتها لنا دلوقتي الأستاذة ريموندا الجميلة. يلا بسرعة يا ريموندا، المجموعة السبعة المليانة أسئلة وقلنا فيها كام سؤال يا أولاد فيها؟ خمس. وأول سؤال بتسأله لنا ال سمكة. يلا بينا السمكة نسمع ونشوف هتقول لنا ايه أول سؤال في مجموعة السبعة. كمل الآية. فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي نقط أعمالكم الحسنة يعملوا يعرفوا ولا يروا. والوقت ابتدى. بتقول ايه ريموند؟ أنا سمعت بتقول حاجة. يارو يارو يارو, يارو. يارو. بتقول يارو عشان كده في حاجة غلط. يارو. فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم اللي في الصح كده. متى 5:16 إجابتك صح. تعالوا نسقف جامد قوي قوي ريموندا طبعا عارفها إجابتها صح مظبوط. بيبقى واضح قوي بشارة لما يكون الشخص او الحد بيكلمني بيكون عارف الايه وحافظها فعلا باينه كده ان هو تاكد منها في ثقه كده في الاجابه مظبوط يعني. طبعا برافو عليك يا ريموندا. سؤالنا الثاني بيسالوا لنا الشاطر جدا الجميل بتاعنا اللي اسمه ال ايه الشطاره دي عم شايفه الارنب. يلا نسمع ونشوف الارنب سؤاله الثاني لريموندا يكون ايه.
الوجه البحري؟ الجيزة ولا مرسى مطروح ولا بني سويف؟ والوقت ابتدى. سؤال سهل. محافظة محافظات مصر طبعا، ومصر مليانة محافظات كتير خالص، لكن محافظة منهم موجودة في الوجه البحري من الثلاثة دول الاختيارات بتاعتنا. الاختيار الأول هو جيزة، الثاني مرسى مطروح، الثالث بني سويف. مين من الثلاثة دول موجودين في وجه بحري؟ ها يلا يا ريموندا الوقت بيجري. بني سويف هي المحافظة موجودة في الوجه البحري. يعني ايه بحري ويعني وجه بحري ويعني وجه قبلي؟ عارفين الفرق بينهم وعارفين يعني وجه بحري وايه المحافظات الموجوده في وجه البحري؟ اجابتك كانت بني سويف، متاكده؟ اه اه. ريموندا قالت لنا بني سويف من المحافظات الموجوده في وجه البحري. البحر اللي هي فين يا عمشاره؟ فوق شويه في الشمال. ها لكن الجنوب بيتقال عليه وجه القبلي، وبني سويف الحقيقه موجوده في ال وجه القبلي. وجه قبلي للاسف الوجه البحري هي مرسى مطروح. معلش يا ريموندا هارد لك يا حبيبتي، برجعي للخريطة ومش ما تزعليش اني خسرتي، احنا الهدف عندنا مشاركتك اهم من اننا نكسب او نخسر. مايكل معانا تليفون تاني، معانا مهرائيل. الو مهرائيل، 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 مهرائيل. لسه عايز اقول عندنا تليفونات كتير النهارده بس هقطعت على طول. مرائيل الظاهر لا بس ان شاء الله التليفون يرجع تاني. طب ناخد موهبه معاك يا عم بشاره عبال ما مرائيل ترجع. موهبتين اختين الاثنين بيرسموا. ياه تيجي ناخدهم مع بعض. شجعوا بعض بقى يا عم بشاره، نتعرف عليهم طبعا. معانا ميرا عادل ومونيكا عادل، اهلا بيكم. انت مين فيهم؟ ميرا. ميرا وانت طبعا مونيكا. هي ميرا اختك؟ اه. دي هي بتقول ان انت اللي اختها. لا. يلا بينا نتفرج على رسوماتكم الجميله. هنعرض رسومات كده نوضحها للكاميرا كده. يلا. دي ايه؟ دي آلات موسيقيه. آلات موسيقيه. بتحبي المزيكا؟ ودي ايه؟ نقط ميه كوبايه. اه هاي تقدر ترفع الصور شويه كده؟ ايوه عشان نعرف أيوة نشوفها كلنا، احنا مش شايفين منك. ايوه ساعديها، برافو عليكم. ودي مقلمه. ودي مقلمه، ارفعيها لفوق شويه. ايوه خلي الكاميرا كده، خليها كده للكاميرا. أيوة. خليها كده للكاميرا. هايل هايل. اه فواكه وجلاتي و اه حاجات كتيره، حاجات كتيره كده. هايل كده. طيب يلا بينا نتفرج بقى على لوحات ميرا. الله ده عمل فني بقى، عامل دي فراشه هايله خالص. ميرا بقى فرجينا على اعمالك الفنيه الجميله، هنوجهها برضو للكاميرا زي ما عملت مونيكا. لا كده. ايوه برافو عليك، شاطره. هو ده ماشي. قلبي بقى. ده ايه؟ حوت؟ ده سمكه قرش. ايه؟ ها حوت سمكه قرش. الله بص عامله اه جميل. ايه تاني؟ كنيسه. اه قطة. اه اه عصفورين. ده بالرصاص. هايل خالص يا عفولهم، برافو. شطار او موهبه جميله الرسم طبعا، وموهبه مواهب راقيه جدا وجميله، بنستمتع جدا بيها. بنشوف رسومات حلوه من العيال صغيرين قوي بيعرفوا يرسموا، بتهيألي لما يكبروا الموضوع هيختلف خالص. طبعا طبعا. ايوه في بقى كمان خامات مختلفه. ايوه وخبرات هياخدوها وهيتعلموا كتير، هيبقوا احسن لوحات جميله كده ان شاء الله. ومعانا مريم. الو مريم. الو يا عم بشاره. ازيك يا حبيبه عمو بشاره، بتتكلمي منين؟ العاشر. من العاشر. عندك كام سنة يا روما؟ أنا عندي 8. هايل خالص. يلا بينا مع أنكل مايكل وإن شاء الله تكوني الفائز التاني معانا النهاردة. مريم ازيك، عاملة إيه؟ مبسوطين قوي تكلمينا النهاردة. عندنا النهاردة متصلين كتير من العاشر، في متابعين كتار النهاردة بيكلمونا من العاشر. أهلا بيك يا مريم. مجموعات أسئلتنا كتير زي ما أنت عارف، عندنا 12 مجموعة أسئلة. مجموعات اتاخدت زي 1 و3 و7، أي مجموعة تانية ما عدا 1 و3 و7 تختاريها لي. تختاري كام؟ رقم واحد. لا واحد اتاخدت يا روما، قلنا كام؟
اتنين. حلو خالص، اتنين مجموعة لسه فعلا ما خدناهاش، برافو عليكي. المجموعة التانية مريم اختارتها لنا، ندخل بسرعة جواها ونشوف أول سؤال دايما بتسأله لنا السريعة. السمكة، نسمع ونشوف السمكة هتقول إيه. مين هو أشهر قصير في الكتاب المقدس؟ يوحنا ولا زكا ولا ديماس؟ والوقت ابتدى. حلو السؤال ده، بسيط خالص ها، لكن عايز كده نفكر فيه. اشهر قصير، مش اقصر واحد بس اشهر واحد في الكتاب المقدس اشتهر باسره، اسر القامه بتاعته، يوحنا ولا زكا ولا ديماس؟ ها طلع عنه كده ان هو كان قصير القامه وقصته كلها متعلقه بده، كان قلت زكا. زكا عشان كان صغير طلع فعلا فوق الجميزة عشان يشوف رب المجد يسوع، قصته مشهورة جدا ومعروفة عشان أسره كان عنده مشكلة ان هو يشوف يسوع. تعالوا نسقف طبعا. صح الإجابة، صح جدا، برافو عليك يا مريم. برافو عليك يا مريم، شفنا السؤال الأول جاوبته لنا، شاطرة مريم. لكن سؤالنا التاني هيسأله لنا الأرنب. يلا نشوف الأرنب سؤال التاني مريم يكون إيه. السيد المسيح اختار بطرس وأخوه عشان يكونوا تلميذين لي، يا ترى أخوه ده اسمه إيه؟ أندراوس ولا يعقوب ولا توما؟ والوقت ابتدى يا روما. اختار بالمجد يسوع تلاميذه كان بطرس وأخوه، أخوه كان اسمه إيه؟ أندراوس ولا يعقوب ولا توما؟ أخو بطرس كان مين في دول؟ أندراوس ولا يعقوب ولا توما؟ اختيار التلاميذ متى أربعة. كان اسمه أندراوس. كان اسمه أندراوس. أندراوس كان أخو بطرس. طبعا إجابة صح. تعالوا سقف جامد جدا، برافو عليك يا مريم، شاطرة. اللي مش عارف أو متلخبط يرجع بسرعة لمتى أربعة زي ما قلنا، وفي الجزء بتاع الإصحاح الآية 20 ممكن نعرف بالظبط أسماء التلاميذ. يلا نشوف بسرعة السؤال الثالث والشقي بتاعنا اللي اسمه القرد شقي. يلا نشوف القرد بسرعة. الشقي اللي بيلخبط ده هيسأل مريم يقول لها إيه؟ ما اسم الملك الذي خلص مصر من الهكسوس؟ اسم الملك اللي خلص مصر من الهكسوس. تاني، اسم الملك اللي خلص مصر من الهكسوس. الاختيارات بتاعتنا كان أحمس ولا اوكي. اسم الملك اللي خلص مصر من الهكسوس، اختيارات كان أحمس ولا أمنحتب ولا رمسيس الأول. أحمس. أحمس. الشطارة دي طبعا يا جماعه صعبه. سافر عبد الله مريم، شاطرة، برافو عليكي. أحمس هو الملك اللي خلص مصر من الهكسوس، وعشان كده إعادة السؤال شايفة يا مشارة فرقت إزاي؟ بس كان جاوبت قبل الاختيارات. طبعا عشان عرفت السؤال في الإعادة إفادة. سؤالنا الرابع الطويلة بتاعتنا اسمها إيه؟ الزرافة. يلا بسرعة مع بعض نشوف الزرافة تسأل مريم وتقول لها إيه؟ تعتبر قمة إيه أعلى قمة في العالم؟ إيفرست ولا الإنديز ولا الألب؟ والوقت ابتدى. أعلى قمة جبل في العالم هي إيه؟ هي قمة جبل إيفرست ولا الإنديز ولا الألب؟ ثلاثة من أكبر أو أطول قمم في العالم من سلاسل الجبال، لكن إيه أعلى واحدة فيهم؟ هل هي إيفرست ولا الإنديز ولا الألب؟ يلا يا روما الوقت بيجري، قولوا معايا الوقت بيجري، يلا يا روما الوقت بيجري. بسرعة يا مريم، يلا واحد اثنين ثلاثة، وقتنا خلص. عندك إجابة؟ اوبا الوقت خلص للأسف. ما عندهاش إجابة عم شار للأسف، إجابتها للأسف مش هتحتسب. صح طبعا، الإجابة هي طبعا جبل إيفرست، ودي إحدى جبال أو سلسلة الهيمالايا، ويبلغ قمة ارتفاع هذا الجبل 8840 متر عن سطح البحر، ودي من الحاجات المعلومات المهمة أوي نكون عارفينها عن قمة جبل إيفرست. أعلى قلنا هو فين بقى، نكمل في المعلومة، هو على الحدود ما بين الصين ونيبال والهند. صحيح، يلا بينا مايكل، الوقت تقريبا قرب يخلص، عندنا اصدقاء فازوا وصار مريم اسمعهم. طبعا عايز اقول يا عمشاره ان في الحلقه اللي فاتت، نقول الحلقه فاتت الاول. طبعا الحلقه اللي فاتت الاول فعلا، الحلقه اللي فاتت كسب معنا اثنين كانوا كراس وكانت جيسي. النهارده الحقيقه عم بشار زي ما شفنا وتابعنا مع بعض في حلقتنا، كسب معانا واحد بس، هو اول متصل لينا النهارده كان هو ديفيد.
ومنتظرين الفائزين. مين اللي ما قدروش يتصلوا بينا او اللي بيتفرجوا علينا النهارده لو جاوبوا على سؤال حدوته النهارده، والسؤال بيقول مين اللي راح مع مامي توتي علشان ينقذوا توتي من الثعلب؟ حبايبي ارجوكم اعرفوا الاجابه الصحيحه، ابعتوها لنا على صندوق بريد 3049 مدينه السلام القاهره. ما تنسوش تكتبوا على الظرف برنامج عم بشارع على الهواء. ارجوكم تواصلوا معنا، وسائل الاتصال بينا متعدده، منها صندوق البريد، صفحتنا على الفيسبوك، الايميل بتاعنا. خلونا دايما متواصلين. الوقت بيجري يا مايكل، وقت لكن الوقت خلص. الجميل بيجري بسرعه. وده اللي دايما بنبص فيه في حلقتنا النهارده، زي كل حلقه بنشوف صحاب جداد تعرف عليهم وننبسط بيهم مواهبهم الجميله، وكمان بنلعب ونسابق معاهم. بشكر كل الناس اللي اتفرجوا معانا النهارده على الحلقه وجاوبوا على الاسئله بتاعتنا قبل حتى ما اللي بيتصل يجاوب. عندنا بونبوني يا عمشره. طبعا هنوزع كلنا، يلا كله يجي ياخد بونبوني ونقول باي باي. شوفوا الحلقه الجايه، تعالوا كل واحد ياخد. مبسوط علشان نجار زي القديس يوسف البار، يوميا بعمل صلبان بخشبة وخشبة ومسمار. أنا مبسوط علشان نجار زي القديس يوسف البار، يوميا بعمل صلبان بخشبة وخشبة ومسمار. رايح فين؟ ماشي يا المرة الجاية. باي يا حبايب عمو بشار. لسه بدري يا عمو.